صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. قبل ما ندخل في أخبارنا اليومية، نروح لجدول مباريات النهاردة الأربع 13 يناير في كأس العالم لكرة اليد للرجال لمنتخب مصر مع تشيلي في الساعة 7 مساء. أما في الدوري الإنجليزي، أستون فيلا مع توتنهام هوتسبير في الساعة 10:15 مساء، ومانشستر سيتي مع برايتون في الساعة 8 مساء. من أهم الأخبار اللي معانا، ويمكن أهم حدث يعني كمان النهاردة، من اليوم السابع الليلة حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد 2021 بحضور كبار الشخصيات. هيقام النهاردة حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في نسخته 27 في استاد القاهرة بحضور أهم وأكبر شخصيات الدولة واللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي. وبتعد دي أول نسخة تشهد مشاركة 32 منتخب على أربع صالات مختلفة. وهيحيي الحفل المطرب العالمي تامر حسني اللي هيقدم الأغنية الرسمية للبطولة، وهيكون فيه عروض مبهرة علشان يخرج الحفل بشكل مشرف يليق باسم مصر واللي بتنظم أول حدث عالمي في ظل ظروف فيروس كورونا. كمان من اليوم السابع يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مساء اليوم مع تشيلي في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في نسختها 27 واللي هتستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 13 وحتى 31 يناير الجاري. كمان قام لاعبو المنتخب أمس الثلاثاء بجلسة تصوير، وكانت الجلسة دي مليانة بروح المرح والتفاؤل بين اللاعبين في فندق الإقامة، واللي نشرت الصور الصفحة الرسمية للبطولة عبر صفحتها على فيسبوك، وظهر فيها حماس اللاعبين وتركيزهم الشديد جدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خصوصا أن البطولة على أرض مصر وبتقام طبعا في ظروف استثنائية. من الإمارات اليوم، تريزيجيه يسرد سلسلة إصاباته في الدوري الإنجليزي آخرها كورونا. أعلن النجم المصري ومحترف فريق أستون فيلا الإنجليزي محمود تريزيجيه عن تعرضه لسلسلة من الإصابات المتتالية واللي أبعدته عن الفريق الفترة اللي فاتت، وكان آخرها الإصابة بفيروس كورونا واللي بتضرب الملاعب الإنجليزية بقوة في الفترة الأخيرة. وكتب اللاعب المصري في حسابه الرسمي على تويتر: قدر الله وما شاء فعل، بعد الإصابة في الرأس 6 غرز تعرضت لمسق وخلفية ورا بعض وغبت لمدة شهر، وبعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية تعرضت للإصابة بفيروس كورونا. الحمد لله على كل شيء، وربنا يشفي كل مريض. وأخيرا من موقع شروق، أتلتيكو مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بثنائية في شباك إشبيلية. وصل أتلتيكو مدريد انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني، وقدر أنه يعزز الصدارة لجدول المسابقة بفوز ثمين على إشبيلية في المباراة المؤجلة بينهم من المرحلة الأولى للمسابقة. وبكده هيكون أتلتيكو رفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق 4 نقاط في منافسه العنيد ريال مدريد، وتجمد رصيد إشبيلية عند 30 نقطة في المركز السادس، وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف في الدقيقة 17 وفي الشوط الثاني بهدف تاني في الدقيقة 76. دي كانت أبرز وأهم الأخبار النهاردة من موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية.